رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير يا رب ينعاد عليكم بالصحة والخير. يوم احنا متواجدين في منطقة الكرادة حتى نتعرف على عاداتهم وتقاليدهم والأكلات اللي يشتهرون بها. نفس الوقت راح نقدم هدايا بسيطة لأهلنا وناسنا. هذه الهدايا مقدمة من مؤسسة المدى وأيضا من شركة الحلال الطيب للمنتوجات الغذائية. إذن أعزائي المشاهدين ابقوا ويانا من برنامجكم شلونكم برمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. كريم علينا وعليكم. شلونك عيني؟ إن شاء الله. شلونك اليوم من الصيام؟ والحمد لله والشكر. زين؟ شو نسوي هاي؟ شنو عملك؟ والله على باب الله. يعني تطلع تشتغل على باب الله؟ اي والله. هاي بنتك؟ بنتي اي والله. خالد شو مطلعها وياك؟ شو تسوي؟ يساعدني بالمشي. يساعدك بالمشي؟ ايوه. الله يساعدك. الله يخليك يا الله يكون بعونك. ما تشوف؟ والله اشوف شيء قليله من البعيد، من القريب ما اشوف. نعم. اي والله. يعني مطلع هاي بنتك وياك يساعدك؟ اي والله يساعدني هاي بالرسم. راح اسالك سؤال. جواب. اذا جاوبت علي راح اعطيك هديه. اوكي؟ ان شاء الله. يقول ما هو الشيء الذي لا يستفاد منه إلا إذا كسر؟ إلا كذا؟ ما هو الشيء الذي لا يستفاد منه إلا إذا كسر؟ يعني انكسر. انكسر إيه؟ شنو؟ ما يستفاد منه إلا انكسر؟ ايه؟ الفقيران يقول. أعطيك سؤال ثاني. لا جو أعطيك سؤال ثاني. ايه؟ سؤال شوي سهل. يلا إيه راح أسهله وياه. ايه واني تعبان. ايه مصنوع من حديد. ايه والكل بحكمه راضي. مصنوع من الحديد والكل بحكمه راضي. مصنوع من الحديد. شيء من الحديد نخلي بيه مرات فواكه. مرات نقيس بيه الفواكه. ميزان. شلون؟ ميزان مو مبروك. صحيح والله والله صحيح. راح نعطيك هديه. هاي هديه اللي راح تفطر بيها انت وعائلتك. والله والدك يا شباب. وين الهديه؟ هاي هدية مقدمة من مؤسسة المدى ومن شركة حلال الطيب للمنتوجات الغذائية. الله يستركم يابا. يعطيكم الصحة والعافية يابا. الله يحفظك. هاي هدية. الله يستركم يابا. هاي هدية بسيطة. اه. الله يعطيكم الصحة والعافية. هاي فطور أنت وعائلتك اليوم. إن شاء الله. والله رمضان كريم عليك. كريم علينا وعليك. أجمل شيء في شهر رمضان هي الرحمة ومساعدة الآخرين. إذا أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معاكم في منطقة الكرادة. ابقوا ويانا. رمضان يا حبيب. إذن أعزائي المشاهدين مستمرين معاكم في منطقة الكرادة حتى نتعرف على طبيعة شهر رمضان مع أهلها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم جميعا إن شاء الله. على كل يوم يصيام وعلى جميع العراقيين. آمين يا رب. آمين يا رب. عندي سؤال لك. جواب. جواب تعالي راح نعطيك هدية إن شاء الله. متفقين؟ متفقين. سؤالنا يقول ما هو الشيء الذي يلف حول الغرفة دون أن يتحرك؟ أعيد السؤال. ما هو الشيء الذي يلف حول الغرفة دون أن يتحرك؟ دون أن يتحرك؟ ثابت هو. هو موجود بالغرفة بس ثابت. هنا وهنا وهنا. أصور الحائط مع الغرفة. يعني ثابت هو ما يتحرك. نعم. الحائط مع الغرفة. ثابت ثلاثة أركان أربعة ما يتحركن. ثابتات مكان. متأكد؟ أي متأكد. مبروك جاتك صحيحة. أشكرك. يكون رمضان خير عليك إن شاء الله. ندعي من الله وأهل بيته وأن يحمي العراق. آمين يا رب. وينصر الجيش العراقي. آمين يا رب. شباب وين الهدية؟ هدية شباب. هاي هدية بسيطة مقدمة من مؤسسة المدى ومن شركة حلال الطيب للمنتوجات الغذائية. يا رب يكون قناة المدى وإن شاء الله يا ربي ندعي لها بالتوفيق وجميع مكادرها. هذا البرنامج برعاية منتوجات حلال طيب. السلام عليكم. السلام. رمضان كريم. عليكم وعلينا. شلونك؟ بخير. شلونك يوم الصيام؟ في مية الله. والله الحمد لله. ماشي؟ ماشي إن شاء الله. عندي لك سؤال. إذا جاوبت علي راح تربح هدية. إن شاء الله. شنو عملك؟ عامل والله. عامل بهالبسطية؟ سؤال لك يقول ما هو القفص الذي لا يحبس فيه الحيوان أو الطير؟
أعيد السؤال، ما هو القفص الذي لا يحبس فيه، يعني ما ينحبس فيه لا الحيوان ولا الطير؟ هو هذا القفص موجود عند الإنسان. القفص الصدري. شلون؟ القفص الصدري. متأكد؟ متأكد. شلون عرفته؟ القفص الصدري ما ينحبس لا في الإنسان ولا الحيوان ولا الطير. ولا الطير. مبروك يا ابو صقولة. صقولة يا ابو. رحم الله والديك. تستاهل كل خير. رحم الله والديك. زين احكي لي موقف طريف صار بيك خلال شهر رمضان قبل رمضان. قوية هي. ذكر لي واحد. في يوم جاني واحد يشتري من عندي سمك. سمك عدل. قال لي افتح النغنوغ مالته. قال هذا عدل السمك. يعني تفتح السمك هو عدل؟ هو سمك عدل. قال لي افتح النغنوغ مالته هو عدل. يريد يشوفه عدل لو ميت. هو سمك عدل. عدل السمك. يا رب يكون رمضان الخير والبركة عليك. هاي هدية بسيطة من شركة حلال الطيب للمنتوجات الغذائية. رحم الله والديك بارك الله فيكم. يكون فطور لك وعائلتك. إن شاء الله رحم الله والديكم وكل سنة وكل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. شلونك حجية؟ عيوني هلا بيك. رمضان كريم عليك. أنا وعليكم إن شاء الله وعلى جميع أمة محمد. آمين يا رب. حجية عندي للسؤال. إيه. إذا جاوبت علي أنطيش هدية. إيه رحم الله والديك. أوكي. سؤالنا يقول من هو الذي ينام مرتديا حذاءه؟ مرتديا حذاءه؟ إيه. هو أقربها لك هو حيوان. مرات يشارك بالسباقات. حصان. شلون؟ حصان. تأكد؟ إي صحيح الحصان. ألف مبروك. شكرا عيوني. زين ما راح أعطيك الهدية بس شو الأكلات اللي تشتهر بها منطقة الكرادة؟ والله الشوربة والتشريب بخير رمضان. بشهر رمضان إي. إي والدولمة. أي. أكثر أكلة شنو؟ أكثر أكلة النواشف هم وياهن. شنو أكلة تبي تفضلوا هالأكلة؟ والله أنا تشريب شوربة. أي. أي. أبو البيت شي فضل؟ والله هالموجود يأكل حجي. يعني إيش يطبخينه يأكله؟ ما يتأمر عليه. لا 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 ما يتأمر. هاي هدية بسيطة من مؤسسة المدى وأيضا من شركة حلال الطيب للمنتوجات الغذائية. رحم الله والديك الله يوفقك إن شاء الله. زين حجي مزعل أحد بشهر رمضان؟ منو؟ أو قبل رمضان؟ أني؟ لا زعلانة من أحد؟ لا 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 ما زعلانة كلهم صلح وياهم البنات الوليد كلهم. آمين يا رب إن شاء الله يكون رمضان خير عليك. يعطيك العافية. شكرا لك حجي. رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. شلونك عمو؟ الله يخليك يا عمو. شلونك اليوم ما يصيام؟ لا الحمد لله. عساك بخير. الله يسلمك. عندي سؤال لك. إذا جاوبت علي تأخذ هدية. صعب. متفقين؟ إن شاء الله. سؤالنا يقول من هي التي ترى كل شيء وليس لها عيون؟ هي تشوف كل شيء تشوف بس ما عندها عيون. أبسطها بعد. هذا الشيء إحنا دائما نشوف بيه نفسنا. المرآة. شلون؟ المرآة. متأكد؟ اي متأكد. صحيح جابتك صحيحة. مبروك. اشكرك. يا بصفق له. اشكرك. زين سولف لي موقف طريف مر بيك خلال شهر رمضان من ايام طفولتك لحد هاي اللحظة. موقف طريف جماني عسكري وحتي بالبصرة فحاجز بالقطار منام لما جيت لأن صعد بالقطار طلع القطار اللي حازين مال البصرة محاولين الموصل. هو تحت الموصل. لا ما صعدت. إيه فأنا حاجز منام رحت وقوف. الله يسعدك. يلا اليوم أيام حلوة. أيام حلوة. إيه أيام حلوة الحمد لله. تشتاق لها الأيام؟ طبعاً أيام رمضان كلها أيام حلوة ورمضان كريم علينا وعلى أمة الجميع. وين هدية؟ هاي هدية بسيطة مقدمة من شركة الحلال الطيب للمنتوجات الغذائية. أشكرك مشكور رحم الله عليك مشكور. إذن أعزائي المشاهدين جولتنا ما زالت مستمرة في منطقة الكرادة وأجواء رمضانية جميلة جدا. أبقي أنا في هذه الرحلة من برنامجكم شلونكم برمضان. السلام عليكم. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعافية. شنو عملك؟ والله مخبز. عامل؟ يا عامل. يا محافظة؟ عمارة. أهلا وسهلا بك. كل أهلنا بالعمارة. الله يديك. عندي سؤال لك. إذا جاوبت علي راح تأخذ هدية. هي. سؤالنا لك يقول لك سؤال سهل ما هو الطائر الذي لا يرى ما هو الطائر الذي يرى بإذنيه يعني شو بإذانه هو هذا الطائر يطلع بس بالليل خفاش الليل يعني شلون خفاش الليل شنو خفاش الليل يعني متأكد
متأكد؟ مبروك صحيح. جوابك هو الخط. هاي هدية بسيطة مقدمة من شركة حلال الطيب للمنتجات الغذائية. أشكركم يا أبو، أشكركم يا رب تكون بخير وبركة، وشهر رمضان خير والبركة عليك. صحة وعافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ الحمد لله. أنا رمضان كريم. الله يخليك عليكم. طبعاً أنت محبوب الأطفال. أكيد. كل أصيح شعر بنات، شعر بنات. أكيد أكيد. واليوم صدتك، أنا أحترم نفسي صدتك اليوم. عندي سؤال لك. إيه إذا جاوبت علي أعطيك هدية. إن شاء الله. وإذا ما جاوبت تعطيني شعر بنات. صار. دلل. متفقين؟ متفقين. سؤالنا يقول: ما هو الشيء الذي لا يستفاد منه إلا إذا كسر؟ ما هو الشيء الذي لا يستفاد منه إلا إذا كسر أو انكسر؟ أنا أقول لك، هو هذا الشيء موجود بالدجاجة. بيضة يعني؟ شلون؟ بيضة. سمعني إياها. بيض بيض يعني؟ صحيح صحيح. يا بس سمعنا صفقة حلوة. هاي هدية بسيطة من شركة حلال الطيب للمنتجات الغذائية. شكرا جزيلا. هاي اليوم فطور إليك ولعائلتك. إن شاء الله رحم الله والديك. يا راس قل لي موقف طريف مر بيك. والله باليوم جاني واحد طفل دا يشتري شعر بنات. قال له عمو اعطيني بلف. طيته بلف ايش هذا عافني وانهزم. لك يا بنت اعطيني ماكو طفر فطفرة. وانت وقعت بيها. ايه شو نسوي؟ يا رب يكون رمضان الخير عليك. الله يحفظك يخليك الله. شكرا لك. شكرا جزيلا رحم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا. رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. شلونك؟ الله يخليك. عندي سؤال لك. تفضل. اذا جاوبت تاخذ عليه هديه. تفضل. سؤالنا يقول: اذا دخل المي ما يتبلل، اكو شيء اذا دخل المي ما يتبلل؟ هو هذا الشيء عن طريقه احنا نشوف الضوء. شلون؟ الضوء. متاكد؟ متاكد. شلون فهمني علي؟ إشعة الشمس من تضرب على هذا ما يتبلل. يا بس صحيح. يا بس صحيح. شو أقول خطير؟ تستاهل كل خير. تستمع له. شنو عملك أنت؟ والله عامل بأسواق أشتغل. عامل خدمة بأسواق. نعم. هاي هدية بسيطة راح نقدمها لك. الله يكرمك. من منتجات حلال الطيب. شكرا. الأكلات الغذائية. أشكرك. إن شاء الله يكون رمضان الخير والبركة عليك. الجميل. يوم تأخذ أنت وعاتك فطرون بها. أشكرك يا أبي. شكرا. الله ياك. رمضان 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 يا حبيب. إذن مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم من منطقة الكرادة. تذرونا غدا في منطقة أخرى من مناطق العاصمة الحبيبة بغداد من برنامجكم شلونكم رمضان. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية منتوجات حلال طيب.